أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو الدرس الثاني من الكتاب الذي بدأناه في المرة السابقة، وكتاب معالم في أصول الدعوة. يعني طبعا كان اختيار هذا الكتاب لأنه يعني يجمع بين التأصيل المنهجي العلمي وبين ما يحتاجه يعني المسلم من مسألة يعني ترقيق القلوب والقضايا اللي هي القلبية والقضايا الإيمانية، فكلا الأمرين لابد أن الواحد يعني يجتهد فيهم، وإلا لو يعني اجتهد في أمر دون الآخر يعني لصار هناك خللا. لو الواحد اجتهد في التأصيل المنهجي ويعني ترك نفسه لذلك ولم يعني يرقق قلبه، فإن ذلك سوف يصيبه بقسوة القلب ويخرج وكأنه لم ينتفع بشيء، وإذا اهتم بالجانب الآخر دون التأصيل المنهجي فيحدث عنده الكثير من الشبهات التي لا يستطيع أن يتعامل معها، فضلا عن أنه يرد عليها. يعني في أثناء في طريق العمل الدعوي هناك كثير من الشبهات التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها حتى يستطيع أن يرد عليها، من باب أن هو يحافظ على نفسه أولا، ثم يعني يكون على بصيرة بدعوته، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي العلم الذي ينير لصاحبه طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا في المرة السابقة تكلمنا عن الأصل الأول في أصول الدعوة وهو التوحيد، ويعني عرفنا أن التوحيد هو الأصل الذي ينتقل منه أو ينتقل معه إلى غيره وليس منه إلى غيره، والتوحيد هو الأصل الأصول وهو أصل دعوة المرسلين، والذي من أجله يعني خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. ويعني صاحب الدعوة لابد أن يهتم بمسألة التوحيد في طول طريقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا حتى كده أخذنا المرة اللي فاتت أن حتى أهل الإيمان أنفسهم يعني مطالبون يعني بين الحين والآخر أنهم إيه ينقوا إيمانهم وينقوا توحيدهم ويعني يراجعوا هذه المعاني، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فأهل الإيمان مطالبون بالإيمان، يعني تصحيح الإيمان والقضايا التي تتعلق به. فصاحب الدعوة يعني أول ما يعنى به مسألة التوحيد، وطبعا كثير جدا من الأمور يعني نجدها في أوساط الناس، عامة الناس نجدها مخالفة للتوحيد. طبعا ليس هذا تكفيرا للمجتمع كما يظن البعض، ولكن حرصا على تنقية هذا الأصل الذي بدونه يعني لن يدخل أحد الجنة، لن يدخل أحد الجنة إلا أن يكون موحدا يعني خالصا لله سبحانه وتعالى. فتنقية هذا الأصل تحتاج وتتطلب اهتماما يعني كبيرا، فكان صاحب الدعوة يعني حريص على تصحيح هذا المعنى، أنه يدرس قضايا التوحيد ويفهمها جيدا، ثم بعد ذلك يدعو إليها يعني بما استطاع. طيب، تكلم الشيخ عن الأصل الثاني، الأصل الثاني وهو الإخلاص. والإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة النبيين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص معلوم أنه شرط لقبول العمل. المسلم حينما يعمل عمل صالح فلكي يقبله الله سبحانه وتعالى لابد من تحقق إيه؟ شرطين أو شرطان. إيه هما؟ إيه هي شروط تحقق يعني قبول العمل؟ الإخلاص والمتابعة. جميل. الإخلاص أن يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، يبتغي به وجه الله،
والمتابعة يعني موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل، دليل على الشرطين دول. لا احنا عايزين دليل يجمع الشرطين، دليل يجمع الشرطين. ها اخر 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 آية في سورة الكهف، هي قال الفضيل بن عياض رحمه الله: واعلموا ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجهه، والصواب ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا ان شئتم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صالحا يعني ايه؟ يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه احدا يعني خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو شرط قبول العمل، ومعناه تصفية العمل من كل شوب، وإفراد الله تعالى بالقصد في الطاعات والحركات والسكنات. ده معنى الإخلاص، تصفية العمل من كل شوب، يعني من كل شائبة، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر اللي هو الرياء يعني أو غيره. وإفراد الله تعالى بالقصد في الطاعات والحركات والسكنات. يقول الشيخ: وما كان الإخلاص في صغير إلا عظمه، ولا نزع من كبير إلا صغره. الإخلاص يعظم الشيء الصغير القليل ويجعل ثوابه عظيما. كلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإيه؟ وإن مات على فراشه، يعني لو مات على فراشه وهو صادق مع الله سبحانه وتعالى ومخلص لله عز وجل، فإنه ينال درجة عالية. درجة الشهادة ديت يعني لا ينالها أي أحد. الشهيد يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من عذاب القبر، ويزوج بسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله. فدرجة الشهادة درجة عالية، لأن الإنسان يعني جاد بنفسه إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف ينال الذي جلس على فراشه أو نام على فراشه هذه الدرجة؟ لا ينالها إلا أن يكون مخلصا وصادقا مع الله سبحانه وتعالى. وعلى الجانب الآخر يقول إيه: ولا نزع من كبير إلا صغره. لما الإخلاص ينزع من عمل كبير فيصغر هذا العمل الكبير. وأيضا الدليل أن الله أن بعض العبادات تنقلب إلى معصية عظيمة، العبادة تنقلب إلى معصية عظيمة إذا لم يحالفها الإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين. من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم إيه؟ يراؤون. هذا هو الشاهد، الذين هم يراؤون يعني يطلبون رؤية الناس، عايز الناس يشوفوا ده فلان ده مصلي، ده فلان ده عابد، فلان ده زاهد. فالإخلاص يعني حول ترك الإخلاص حول هذا العمل العظيم الصلاة. بعض الأحاديث: الصلاة خير موضوع، وهي من أعظم أركان الإسلام، تحولت إلى معصية وذنب. فويل يعني واد في جهنم لهؤلاء الذين يراؤون. فيقول: ما كان الإخلاص في صغير إلا عظمه، ولا نزع من كبير إلا صغره. به يبلغ المرء ما لا يبلغه بعمله، زي ما قلنا موضوع مين؟ اللي هو الذي يموت على فراشه وينال درجة الشهادة. وتتفاوت منازل العاملين بحسب قدره، إذ مدار القبول عند الله تعالى على السرائر لا على مجرد الظاهر. فطبعا يعني أهم شيء مسألة الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. والداعية المنتسب بدعوته إلى الله، احنا بنتكلم عن إيه دلوقتي؟ بنتكلم عن الدعوة، معالم في أصول الدعوة. وذكرنا المرة السابقة أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة كل مسلم، فضلا عن أن تكون وظيفة كل ملتزم أو كل يعني متسنن يعني صاحب سنة، أو كل سلفي يعني منتسب إلى المنهج السلفي. فالداعية المنتسب بدعوته إلى الله يتجرد من هواه ورهبته ومصلحته. يعني الداعية بيعتقد قول الله سبحانه وتعالى، يعني لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالآية بتقول بعدها، أو يعني الكلام بيقول بعدها: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يبقى أهم حاجة إيه؟ إن عمل يكون ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والدعاة المخلصون هم الذين ينتصرون بالدعوة وتنتصر بهم الدعوة، ولو كانوا فقراء مغمورين أو ضعفاء مجهولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره.
ممكن واحد يعني لا تأبه له وثيابه كده يعني بسيطة، ولكن يعني له حال مع الله سبحانه وتعالى، ويعني عمله خالص لوجه الله عز وجل. لو أقسم على الله، عارف يعني إيه لو أقسم على الله؟ يعني قال يا ربي لتفعلن كذا، فالله سبحانه وتعالى يبرر قسمه. مين من الصحابة كان يعني تحقق بهذا؟ أشهرهم طبعا البراء بن مالك رضي الله عنه، حتى في بعض الأحاديث في بعض روايات الأحاديث إيه منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. والبراء بن مالك كان من المستجاب الدعوة، وفي بعض المعارك أظن في فتح تستر فاستعصى عليهم يعني الحصن، حصن الكفار، ومكثوا يعني عدة أيام والصحابة لم يكونوا يعني تعودون على ذلك. فقالوا يا براء، كله بقى إيه يعني نظر إلى البراء وقالوا يا براء أقسم على ربك، يعني أنت مش أنت مستجاب الدعوة. فماذا كان قسم البراء في هذه المعركة؟ كان قسم يعني عجيب جدا، فقال اللهم إني أسألك أن تمنحنا أكتافهم الغداة وتجعلني أول شهيد. يعني شوف سبحان الله طلب لنفسه إيه، إنه يموت يعني ولكن يمنح. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة البراء وكان أول شهيد. فكان بعض المشايخ بيعلق على هذا يقول إنه يعني هذا من شدة إخلاص، لما عرف إن الأمر خلاص افتضح ويعني عرف الناس أنه مستجاب الدعوة كده، فيعني أراد إن هو يعني يجود بنفسه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمهم من الشاهد أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى مخلص، ويعني هذا يعني الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، وليس الإنسان بالصورة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والدعاة إلى الله أيضا مع أنهم يعني مخلصون لا يفوتهم نصيبهم من الدنيا، لا يفوتهم نصيبهم من الدنيا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه، يبقى الإنسان شوف يعني ما يصحى منه كده إيه اللي بيهمه؟ هل مهتم بس بمسألة المعاش والرزق وكده؟ هذا أمر مطلوب، ولكن هل هو ده جل اهتمامه؟ هل هو آخر ما يطمح إليه؟ ولا يعني دعوته ودينه وهداية الناس؟ فهذا هو حال الداعية، أنه يهتم بحال الناس. وفي كلمة جميلة كده كان بيقولها الإخوة بتوع الدعوة، يقولوا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سهلة ويسيرة. في الليل يقول الداعي، داعي إلى الله يعني، في الليل يقول يا ربي عبدك، وفي النهار يقول يا عبد ربك. واختصر الدعوة كلها كده، بالنهار يقول يعرف الناس بعبادة الله، حق الله سبحانه وتعالى والصلاة وطاعة الله والبعد عن المعاصي، يا عبد ربك يعني أطع ربك. وبالليل لا ينسى نفسه، يصلي ويقول إيه يا رب عبدك، يعني إيه يعني يشكو حاله إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء يكون الداعي يكون إيه همه الآخرة، وحينما يكون همه الآخرة فإن الدنيا تأتيه وهي راغمة، أصله ما حدش هيموت لا ناقص رزق ولا ناقص عمر. في الحديث الثاني إن روح القدس نفث في روعي ولا روعي؟ روعي بالضم، روعي اللي هو في نفسي يعني، لكن الروع اللي هو بالفتح اللي هو الخوف. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، يعني محدش يموت إيه؟ لن يموت أحد يعني رزقه ناقص. فالشاهد إن هو مسألة إن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يكون يعني همه الآخرة، فإن الدنيا تأتيه وهي راغمة. ويقول ولكن شر ما تصاب به دعوة إلى الله هو فقد روح الإخلاص بين أهلها وأبنائها، وظهور الذين يلبسون جلد الضأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب. يعني اللي هو اللي يقصد به الشيخ اللي هو قلوبهم يلبسون جلد الضأن، كأنه كده يعني رجل هين طيب الظاهر، وقلبه والعياذ بالله قلوب الذئاب اللي هو إيه الغير مخلص، اللي هو دي كناية عن إن هو قلبه يعني يخالف ظاهره باطنه، الظاهر بتاعه مخالف الباطن، وهذا ليس سلوك المؤمن وليس سلوك الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على الأخص. طيب، ويقول الشيخ محمد ومن مظاهر ودلائل الإخلاص في مسيرة الدعوة، يعني احنا دلوقتي عرفنا الإخلاص ده أمر مهم وهو شرط لقبول الأعمال وهو أهم ما ينبغي أن يتحلى به الداعية، فالإخلاص له مظاهر، الإخلاص له مظاهر. يقول ومن مظاهر دلائل الإخلاص في مسيرة الدعوة أولا انطلاق أعمال الدعوة من شعور غامر بالرحمة والشفقة على عباد الله أجمعين.
من علامات الإخلاص إن الواحد لما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يكون عنده شفقة ورحمة على الناس. فليس الهدف من الدعوة مسألة إقامة الحجة وفقط. بعض الإخوة كده مفكر إن الدعوة الهدف منها إيه؟ إن إحنا نقيم الحجة على الناس، يعني علشان يبقى إحنا كده إيه، خلصنا عملنا اللي علينا. لا، إن الواحد لابد مع ذلك برضو إقامة الحجة هذا مطلوب، لكن لا يكون هذا هو الأساس وهو كل شيء، لكن مع ذلك لابد من الشفقة والرحمة بالمدعوين. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتشفى لنفسه قط، ولم يغضب لنفسه قط، مع أنه أوذي أشد الإيذاء صلى الله عليه وسلم. ونحكي بس موقف واحد بس، موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل كلنا كنا عارفينه في السيرة. السيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. طبعا يوم أحد كان يوم شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل. فهل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت حينما عرضت نفسي على عبد كلال يوم العقبة، فلم يجبني، أمروا سفهاءهم وصبيانهم يعني قذف النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان. يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فقرن الثعالب بينها وبين مكة كانت حوالي 35 كيلو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مهموما 35 كيلو متر مهموما على وجه عليه الصلاة والسلام، وفي الآخر خالص لما ملك الجبال يقول له يعني: إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهذه الرحمة المطلوبة من الداعية، وهذا علامة إخلاصه، إن هو بقى لما يؤذى إن الداعية دوت ممكن يحصل له إيذاء حسي أو معنوي، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه واصبر على ما أصابك. ديت وصية لقمان الحكيم لابنه. فلابد أن يحدث إصابة، هو عارف إن الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر كأنه مقترن بإيه، بشيء يصيب الإنسان، إما حسي وإما معنوي، وإما حسي بالسجن أو الاعتقال أو التعذيب أو غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية، وإما معنوي بالتكذيب والشتم والسب والاتهام و فلابد أن الدعية يوطن نفسه على ذلك. طيب لما يحصل الحاجات ديت، يبقى كده عايز يتشفى من الناس، يكفر المجتمع، يسب ويشتم وأنتم ما تستهلوش وأنتم يعني، لا الدعية ليس كذلك. الدعية ينظر إلى الناس بعين الرحمة، وهذا علامة إخلاصه في دعوته. أيضا من ضمن مظاهر الإخلاص الفرح بكل كفاءة تبرز في ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الداعية يفرح بكل إنسان يوفق في دعوته، وهذا من علامة إخلاصه. هو مش بيدعو علشان يظهر ويشار إليه بالبنان ويقال الشيخ فلان والعالم الفلاني و فإذا ما نفسه أحد في هذا الباب حسده، هذا ليس سلوك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. الداعي إلى الله يفرح إن يعني أناس يحملون عنه هذا الهم. أما لا كده ربنا سبحانه وتعالى وفق بعض الناس في الدعوة إلى الله، وفي مثلا يعني واحد بيخطب كويس أو واحد بيلقي دروس أو واحد ناجح في دعوته، فالإنسان لابد أن يفرح ولا يعتريه الحسد. فالحسد ده بين أهل الدنيا يتحسدون في أصحاب التجارات والعقارات وغيرها، أما أهل الدعوة إلى الله فإنهم يفرح بعضهم ببعض حينما يوفقون ويعني يكون لهم نجاح أو نجاحات في طريقهم في طريق الدعوة. يعني كان بعض الإخوة كده كان والله أن الواحد يتذكر كان دايما إيه يقولوا أحيانا كده كان بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك ما واحد يجيب مثلا يكون في درس ولا حاجة، فالمفروض كل واحد إيه منشغلين ندعي له كده ربنا يوفقه وربنا يسدد يعني قوله ويجعل هداية الناس على يديه. واحد يكون يخطب ولا كده، مش بعض الناس لأي واحد قاعد في الحضر في الخطبة ولا في الدرس وقاعد إيه يتصيد الأخطاء والحمد لله وقع يا رب يقع أو يغلط إيه غلطة كمان عشان إيه نقول له عليه. لا، مش ده، هذا إيه ليس سلوك الداعية المخلص، إنه يتصيد أخطاء المتكلم أو غير ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. شوف الإمام الشافعي ده إمام عظيم في الفقه وفي اللغة وفي التأصيل العلمي وفي الأصول، يعني برعة يعني عظيمة رحمه الله رحمة واسعة.
فبقول اتمنى ان كل العلم اللي فات ده يعني يتعلمه الناس، اهم حاجه الناس تتعلمه، ولا ينسب الي منه شيء. فهذا هو سلوك الداعية، ان هو يفرح ايه؟ يفرح حينما تبرز كفاءة في ساحة الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ايضا من ضمن علامات الاخلاص طلب الحق، طلب الحق وتعظيم اهله من كانوا وحيث كانوا. ان الواحد ايه في من علامة اخلاصه انه يقبل الحق من اي احد، وهذا من علامات الانسان ايه يعني لما يقبل الحق من اي احد مهما حتى ولو كان هناك عداوة، فضلا عن الا تكون. يعني ايه الكلام ده؟ ان الواحد يقبل الحق، ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اعدى اعداء الاسلام. مين هم اعدى اعداء الاسلام؟ الشيطان وايه كمان؟ واليهود. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. واليهود لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق منهم حينما اتوا به. فالشيطان دليل قصة مين؟ قصة ابو هريرة الطويلة، حديث اظن صحيح البخاري، لما الشيطان اتى ابو هريرة في اخر القصة خلاص وقال له اني اعلمك كلمات ينفعك الله بهن، اذا اتيت الى مضجعك فاقرأ اية الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فاتى ابو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني طبعا قصة طويلة، الرسول ما فعل اسيرك البارحة؟ فقال يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. وقال له ما الواحد ينام يقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا والشاهد، قال ايه؟ صدقك وهو كذوب. يبقى الرسول قبل الحق من ايه؟ صدق في هذه المسألة، مش عشان هو الشيطان يبقى خلاص كل اللي يقوله غلط، لا هو صدق، ولكن الاصل فيه، الاصل فيه الكذب، وانه حريص على الكذب ويتعمد الكذب ويكذب في كل اقواله، لكن حينما صدق خدنا منه واصبحت قراءة آية الكرسي سنة قبل النوم، تعلمناها من مين؟ من الشيطان. في اليهود حديث صحيح مسلم ان السيدة عائشة رضي الله عنها حينما هاجرت الى المدينة وكانت حديثة عهد بالاسلام، فدخلت عليها عجوزان من عجائز اليهود، امرأتان عجوزتان من عجائز اليهود، فذكرت يعني ان الناس يفتنون في قبورهم. اليهود كان عندهم بقايا من الدين الصحيح، ودي عجيبة اخوانا، اليهود احيانا بيكون عندهم بقايا من الدين الصحيح. الشيخ محمد اسماعيل كان بيقول ان هو مرة تقريبا راح او حد حكى له ان في امريكا في حي كده لليهود اللي هم المتذمتين المتعصبين، ففوجئ ان هم ملتحين وزوجاتهم منتقبات، فعندهم بقايا من ايه؟ بقايا من الدين الصحيح. فكل هذه بقايا. فالشاهد ان هو ان اليهود زعمت ان الناس يفتنون في قبورهم، فده كان هذا بقايا من الدين الصحيح. طبعا بس دينهم كله ايه؟ الباقي كله محرف يعني، وكفروا بالله عز وجل. فقالت عائشة فأنكرت ذلك عليهما، يعني قالت لها لا ما حصل، ما بيحصلش الكلام ده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة زعمت يهود أن الناس يفتنون في قبورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يهود. الشاهد كلمة ايه؟ صدقت في هذا ايه؟ مع انهم اعداء ولكنهم صدقوا في هذا الامر. هذا من اخلاص الداعية، انه يقبل الحق. وبعدها تقول عائشة وما أكثر ما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعدها استمر النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة القبر ومن عذاب القبر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من إيه؟ من الشهد. فالمسلم يقبل الحق من كل من جاء به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حينما طلب أحدهم أن يعني وصية، فقال دور مع القرآن حيث دار، والحق اقبله من كل من جاءك به كائنا من كان ولو كان عدوا بغيضا، والباطل رده على كل من جاءك به كائنا من كان ولو كان حبيبا قريبا. دي قاعدة كده المسلم يحطها أي أمام عينيه، الحق اقبله من كل من جاءك به كائنا من كان ولو كان عدوا بغيضا، لو كان اليهود والشيطان. والباطل رده على كل من جاءك به كائنا من كان ولو كان حبيبا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على مين حينما شفع في حد من حدود الله سبحانه وتعالى؟ أسامة بن زيد اللي هو باسمه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني من أشد الناس حبا له، لكنه حينما أتى بشيء يخالف يشفع في حد فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ وأيم الله، وقام خطيبا في الناس لما انتشر هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.
فالداعية المخلص يقبل الحق من أي أحد ويرد الباطل على أي أحد، مش عشان أخويا وحبيبي ومعايا في المسجد إن إحنا إيه نتهاون وما يقصد شيء أصلي، لا، إذا أتى بالباطل فيرد عليه. وفلان التاني إذا كان يعني عدو طالما قال هذا الكلام لا يقبل منه عشان هو قاله، لا، إذا أتى بالحق نتمنى. وكان حتى الإمام الشافعي برضو يحكى عنه أنه كان الإمام الشافعي ده من الناس اللي هم المنظرين، يعني ينظر عن مذهب أهل السنة ويعني يقوم المناظرات، فيقول ما نظرت أحدا على الغلبة، ويحكى عنه أنه قال ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يلقي الله الحق على لسانه. فبيقولوا له يعني طب أنت بتنظر ليه أصلا؟ فقال لأنني، أو لماذا يعني تتمنى ذلك؟ قال لأنني أضمن من نفسي أنه لو أتى بالحق لانقدت إليه، ولكن أخاف أو أخشى إن أتيت أنا بالحق إيه ألا ينقاد إليه. فشو ده إيه؟ شوف مدى الإخلاص، هذا معنى إيه الإخلاص في الدعوة. قال الإمام الشافعي رحمه الله، ودي رواية تانية، قال ما كبرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني. يعني واحد لما يكابر على الحق يكون حق وهو عايز بس ينتصر، مجرد الانتصار لنفسه تبقى الدلائل بينة واضحة والأدلة واضحة وضوح الشمس، وهو يكابر ويعني يجادل. فيقول الإمام الشافعي ما كبرني أحد على الحق إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. طالما أنه قبل الحق فيهابه ويعتز به. فأيضا يقول الشيخ محمد يسري، فيقول ولا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يكون هم الدعاء تقديم ما يطلبه المستمعون، بل مقتضى الإخلاص أن يتكلم الدعاء بما يعتقدون أنه الحق. لا يكون هم الدعاء تقديم ما يطلبه المستمعون، يعني مش هم الدعاء ان هو ايه نحن عايزين نرضي الناس وخلاص، لا، الواحد يقول الحق طبعا بس بحكمة. ولا ينبغي للدعاء ان هم ينزلقوا لمسألة بقى ايه يعني اهم حاجة رضا الناس، لا، من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وحته مسألة اللي هي مسألة الديمقراطية المشؤومة التي ما جنينا منها إلا كل خراب ودمار. الديمقراطية دي فيش حاجة اسمها في الإسلام ديمقراطية، كانت خطأ كبير حينما يعني الإسلاميون يعني فزعوا إليها، وهو الإسلام هو الأصل. فالمهم مسألة الديمقراطية بتقوم على إيه؟ مسألة الكثرة، أهم حاجة الناس الكثرة تريد ذلك فينقادوا إليه، لا، ولا قصد جموع الشعب عملت مش عارف إيه، أصل الشعب يريد، الشعب مع الأسف الشديد مضلل ومغيب ويعني معمول له غسيل مخ كما يقال، فيعني كيف ينقاد الداعية؟ فلا يكون هم الدعاء. وربنا سبحانه وتعالى لم يذكر الكثرة في القرآن إلا مذمومة، وما أكثر الناس ولو حرصت وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكنكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. فالكثرة ما ذكرت فيه القرآن والسنة حتى إلا مذموم. فش معنى إيه إن الكثرة قالت كذا يبقى إيه كأن يكون، والحق لا يعرف بالكثرة، لا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. فالمهم لا يكون هم الداعية ما يطلبه المستمعون، وإنما يقول كلمة الحق، ولكن أيضا ينبغي أن يكون بحكمة. أيضا من علامات الإخلاص الصبر والصفح، الصبر والصفح إذا ما حدث يعني بعض الأذى كما ذكرنا. قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوف ده هدي الأنبياء، ليس كما ذكرنا ليس التشفي، وليس ان هو يعني يتمنى ان هو ربنا ينتقم منهم او كذا، لا، الداعية الى الله يعني شوف يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، وهم يكذبون وهو نبي مصطفى ومختار من قبل الله سبحانه وتعالى. والمخلص من الدعاء يعفو ويصفح ويتأسى بالامام احمد بن حنبل رحمه الله امام اهل السنة حين عفى عن الخليفة المعتصم فقال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيل أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيلك. أيضا من ضمن علامات الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى العدل والورع
والتثبت عند الحكم على الرجال والطوائف. حينما تكون يعني المسألة تعم المسلمين، حينما تكون المسألة تعم يعني خاصة بعموم المسلمين، الرعل والذكوان عملوا ايه؟ قتلوا 70 من القراء، قتلوا القراء. لكن حينما تكون مسألة خاصة هي ديت الواحد ايه؟ لا يتشفى لخصوص نفسه، لكن يدعو الدعاء على الظالمين ده مطلوب. وربنا سبحانه وتعالى يعني في كثير من آيات القرآن فيها دعاء على الظالمين، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الظالمين والسلف دعوا على الظالمين. حينما تكون مسألة ايه؟ عامة لعموم المسلمين، لما الظلمة يعني يقتلون او يعني يعتقلون او يسجنون او يعني يؤذون المسلمين عموما، يعني يجوز بل يعني للمسلم ان يدعو عليهم، وهذا امر يعني جائز. اما اذا كان المسألة خاصة في خاصة نفسه، هو الداعية في خاصة نفسه، فانه لا يتشفى ولا يعني يدعو لنفسه، بل يكون يعني رحيما به. ويتمنى ايضا حتى برضو اللي الواحد بيدعو على الظالمين، يتمنى ربنا سبحانه وتعالى يهديه. احنا نتمنى ان كل الناس يدخلونا في دين الله افواج، احنا نتمنى ان الامريكيين واليهود وكلهم يدخلونا في دين الله، وهذا كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى يعني دخول الناس في الدين. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. باخع يعني ايه؟ يعني قاتل نفسك. الباخع اللي هو القتل، الشاه حينما تذبح دي اسمها ايه؟ بقعه. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، وهكذا المسلم. وإذا ما ظلموا فلا بأس إيه؟ يعني يجوز الواحد يدعو عليهم إذا كان الظلم لعموم المسلمين. طيب أيضا قلنا أن من علامات الإخلاص العدل والورع والتثبت عند الحكم على الرجال والطوائف، لا سيما عند الكلام على أهل العلم والدعوة، إذ لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ان الواحد يعني يحذر من ان هو يخطئ في حق اهل العلم حتى ولو اخطأ. احنا بنتكلم على ايه؟ تكلم عن خطأهم، انقد الخطأ، انقد الموقف، انقد التصريح، لكن لا تنقد الشخص. انت الشخص ده يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة المسلم ان هو لا يجرح ولا يسب ولا ينعل، لان المسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفحش البذيء. الناس اللي عندهم دلوقتي اسهال في مساله الفيسبوك والانترنت، ويكتب ويشتم ويسب ويقدح ويجهل و لا، هذا ليس سلوك المسلم. انما المسلم ينقد ايه؟ ينقد الخطا، ينقد الموقف، ينقد التصريح، ينقد الفتوى التي فيها بعض المخالفات او خالفت اهل العلم. لكن الشخص نفسه ايه؟ ليس من يعني احنا المره اللي فاتت ما ذكرنا مساله التكفير وغيره، ان ليس من مهمتنا يعني الحكم على الاشخاص، الشخص نفسه ليس من مهمة الحكم عليه، لكن مهم من ايه؟ تصحيح الاعتقاد، تصحيح الفكر، تصحيح يعني المعنى اللي هو هذا هو المطلوب. وليحذر كل داعيه من استحلال الاعراض بذريعه التقويم. الشيطان فقيه في الشر، يقول لك انت كده يعني ايه بتقول الحق وبتنصر وهذه غيبه واجبه وتأليف. لا، ما فيش حاجه اسمها غيبه واجبه. هم طبعا الامام النووي كان ذكر كده 6 مواضع لاباحه الغيبه، ولا تسمى غيبه في هذا الموطن، فليس منها القدح في العلماء. حتى زمان لما كانوا علماء الجرح والتعديل، حينما كانوا يتكلمون عن الرواه كانوا يتكلمون بما يعني يناسب حال او بمناسب الحكم على الحديث، ولا يتجاوزون ذلك. يعني يقول مثلا فلان سيء الحفظ، خلاص مش هفعل فلان بقى، ويقعد يجيب التاريخ بتاعه وكان يفعل وكان. لا، هو بس عايز الهدف. فلابد الانسان يكون ايه؟ يضبط كلامه ويضبط لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان. يعني ايه تكفر اللسان؟ يعني تذل له وتخضع وتقول انما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. وقال عليه الصلاة والسلام رب كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، هي من سخط الله. فالواحد يكون حريص جدا جدا على اللسان وخطورة اللسان وخطورة الكلام الذي يصدر منه. فبيقول للشيخ يحذر كل داعية من استحلال الأعراض بذريعة التقويم،
وليجتنب إلباس الحسد والهوى والظلم لبوس النصح وبيان الحق. يعني واحد يكون يحسد بعض الناس أو يعني يكون عنده هوى مش عايز يقبل كلام من فلان ويجي يغلط فيه ويشتمه ويقول لك ده بس ده ايه هذا من النصيحة والدين النصيحة، فكده بيلبس الحق لباس الباطل أو يلبس الباطل لباس الحق، وهذا لا يصح من المسلم. وإنما الأعمال بالنيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، ومعاملة أهل الفضل بالفضل أولى وأحرى، والتماس المعاذير لأهل العلم والدعوة أتقى وأرضى. فكانت هذه بعض مظاهر الإخلاص في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي ينبغي على الداعية أن يتحلى به. طيب، على الجانب الآخر يقول الشيخ: ومن مظاهر وآثار ضعف الإخلاص أو غيابه. احنا دلوقتي اللي فات ده كان ايه؟ مظاهر صحة الإخلاص، ان الواحد يكون ان الداعية يكون رحيم بالناس، وانه يفرح بكل كفاءة يعني تبرز في طريق الدعوة، وانه يطلب الحق ويعظمه وينقاد إليه، ويكون عنده صبر وصفح، ويكون عنده عدل وورع في الحكم على الآخرين. طب العكس بقى من مظاهر وآثار ضعف الإخلاص أو غيابه حينما يغيب الإخلاص: أولا الانفصال بين العلم والعمل. يبقى الواحد يعني بيدعو إلى شيء وهو لا يعمل به. أو قل إن شئت بين الفكر والسلوك، وتحول عبادة الدعوة إلى مجرد فكرة أو مذهب أو حزب أو ثقافة، فضلا عن تحولها إلى تجارة، والتغافل عن قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويعني التعرض، هذا من مظاهر ضعف الإخلاص، التعرض للوعيد في قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. فيعني هذا مقت وكره من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يقول ما لا يفعله. وإحنا عارفين كلنا قصة الرجل الذي يعني يغذى في النار والعياذ بالله، فتندلق فيها يعني أقتاب بطنه اللي هي الأمعاءه، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له الناس، يجتمع حوله الناس ويقول: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فكان هذا السبب أنه يعذب ويفضح يعني أمام الناس والعياذ بالله يوم القيامة. فالدعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون يعني من أول الناس عملا بدعوته. أنت بتدعو إلى اتباع السنة، بتدعو إلى يعني الحرص على النوافل، بتدعو إلى البعد عن الحرام، فهذه الدعوة ينبغي أن يتبعها، جزاكم الله خير، ينبغي أن يتبعها العمل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وزي ما قلنا قبل كده أنه إيه، لا يزال، قال قول بعض السلف، قال: لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به فهو عالم. إن الواحد يعني استفاد إيه من العلم اللي هو تعلمه؟ فالدعي إلى الله يكون هو أول واحد إيه يطبق، وأول واحد يعني يتحلى بما يدعو إليه. مما يخالف الإخلاص: هيجان الرعونات النفسية والحظوظ الشخصية. إن الواحد يعني اللي هي مسألة الرياء والأنانية والحسد واللي هي الأمراض والكبر، رعونات شخصية اللي هي أمراض القلوب، كانت حسد أو كبر أو حقد أو غل على غيره، وحب الذات والجاه والمنزلة، كل هذا ينبغي أن يتخلص منه الداعية إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء. يعني كده بيعجب بنفسه ويعجب بأقواله ويعجب بطريقته، فهذا ليس إيه؟ هذا يهلكه والعياذ بالله. وكثيرا ما يصاب الدعاء بمثل هذه الآفات من حيث شعروا أو من حيث لا يشعرون. فالواحد يعني يتبرأ من هذه الأخلاق قولا وعملا، أن الواحد يعني يتبرأ منها قولا ويعرف ما يتعلق بها مسائل نظرية، وعمل أنه يحرص على التواضع ويحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويحرص على عدم يعني إساءة الظن بالآخرين وغيرها من رعونات النفس. أيضا مما يناقض أو يكون سبب مظهر من مظاهر ضعف الإخلاص أو غيابه: الاختلاف والافتراق.
طبعا الاختلاف هذا أمر كوني قدري. قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فبعض المفسرين قال للاختلاف خلقهم، وبعضهم قال للرحمة خلقهم، وبعضهم جمع بين القولين وقال خلقهم الله سبحانه وتعالى، ومن والاختلاف هذا أمر قدره بينهم، وأهل رحمته هم الذين يتفقون. فاللي هو المقصود من مسألة الاختلاف، الاختلاف اللي هو المناقض للإخلاص، اللي هو مجرد الاختلاف للاختلاف فقط، إن هو اللي هو بالبلدي يقولوا إيه خالف إيه، خالف تعرف، وعايز يخالف وخلاص عشان بس يبقى إس فلان ده يعني يقول لك أصل أنا في قرأت أو تعلمت أو عندي أن هذا الأمر يعني غير جائز وكده. قالوا هذا حلال عندنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. تمين أنت عشان تقول أنا عندي أو يعني في مذهبي. بعض الإخوة إيه يعني بيكبر عملية شوي. فالمهم أن الاختلاف المذموم اللي هو الاختلاف ليس بحثا عن الحق، إذا كان الاختلاف والجدال والنقاش بحثا عن الحق فهذا أمر مشروع وممدوح، ولكنه إذا كان الغير ذلك فإنه يكون مذموما، ليس بحثا عن حق ولكن لشهوة في النفس خفية مع سريان روح التحاسد والتباغض والتهاجر والتدابر. يبقى الواحد بيختلف لمجرد الاختلاف وليهجر إخوانه وغير ذلك، وليس هذا من سلوك أيضا الداعي. ويعني الشيخ بيستشهد بمثل جميل بيقول والصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم من المحبة والألفة ما هو معلوم، وكان بينهم خلافات ولا لا؟ كان في خلافات، كان في الخلاف ما زال موجود لأن ده أمر كون قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينافي هذا الخلاف روح المودة وروح المحبة والألفة بينهم، وهو جزاء المواد اللي كانت بين الصحابة برغم من خلاف بينهم، جزاء ما أثروه في أنفسهم من الإخلاص في الطاعة والدعوة وحب الاجتماع والائتلاف. أيضا مما ينافي الإخلاص، ودي طبعا مسألة مهمة برضو، مسألة التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف. إن الواحد يتعصب لفلان، الشيخ فلان أو للعالم الفلان أو لقول فلان، يتعصب له لمجرد أيضا التعصب مش عشان هو قال الحق. احنا قلنا من شوية إيه، يعرف الحق، يعرف الرجال، يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال. يعرف الرجال بالحق يعني ايه؟ يعني لانه قال الحق فهو رجل، وليس لانه قال هذا الكلام فانه يكون حق. يعني مش عشان هو فلان ده قال الكلمه دي يبقى هي كده الحق، لا، ده باسم تعظيم وتقديس. بعض الناس اللي عندهم يعظم فلان او يقدسه او كانه يعني يوحى اليه او يعني انه لا يخطئ معصوم، الكلام ده غلط. شيخ ابن القيم يقول ايه؟ يقول نحن نحب شيخ الاسلام والحق احب الينا منه. يعني شيخ الاسلام لا يتصور انه يحيد عن الحق، ولكن شيخ ابن القيم ايه؟ يقرر هذه القاعده. شيخ الاسلام نحن نحبه ونقدره ونعظمه، ولكن إذا حاد عن الحق لا، فالحق أحب إلينا منه. فمهم جدا هذه المسألة، أنه عدم التعصب لشخص فلان وعدم الارتباط بشخصية. وذلك حتى الواحد يعني أن سيدنا أبو بكر الصديق لما تكلم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني حتى التعصب ما يكونش للشخص لشخص ما، ولا تكون الارتباط الإنسان بشخص ما حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات، وليس هذا يعني إباحة أو أن هو ده يؤدي إلى الإنسان يعني يترك الدين أو غير ذلك، لا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالارتباط المسلم يكون بالحق وبربي سبحانه وتعالى، وارتبط بالحق. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن يأتي إلا بالحق، لكن بالرغم من ذلك فإن الواحد يكون إيه ارتباطه يعني بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ يعني من العدل أن يذكر المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فلا تهون أخطاء الموافق ولا تهول أخطاء المخالف. من ضمن علامات الإخلاص الواحد إيه؟ لا يهون أخطاء المخالف الموافق. ما واحد زي يعني معانا في المجموعة وأخونا في وله يعني عندي مثلا يعني منزلة وكده، لما يغلط يغتاب حد ولا حاجة مثلا أقول والله ده ما يقصدش، ويعني دي كلمة بسيطة وهذه صغيرة، والواحد يهون منها
وإذا ما كان واحد من المخالفين قال نفس الكلام يبقى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وأتى بكبيرة من الكبائر وفعل عظيمة من العظائم، والواحد يهول. طب ما هو نفس الكلمة هي اللي اتقالت، يعني نفس الكلمة هي اللي اتقالت هنا، هي نفس الكلمة اتقالت هنا، فالحكم هنا برضو يكون ايه؟ نفس الحكم. فلا ينبغي للمسلم أن يهون أخطاء الموافقين ويهول أخطاء المخالفين. من أخطأ يعني يعرف بخطأه كائنا من كان. فمسألة اللي هي التعصب للأشخاص أو المذاهب أو الطوائف، المسلم إيه ينأى عنها عموما، والداعية خصوصا أيضا لا يتعصب لشخص ما كائنا من كان. آخر حاجة في مسألة يعني الأمور التي تخالف الإخلاص وتكون مظهرا لضعفه أو غيابه، حب الدنيا والسقوط في فتنتها، ولا سيما حب الجاه والرياسة وفتنة المال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، يعني الذئبان الجائعان لما يرسلوا في غنم هيفسدوا ويأكلوا ويقتلوا و بأفسد لها، يعني اللي هيأتي ده اللي هيأتي بعد كده هيكون أفسد من إفساد الذئبين. إيه هو؟ من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني المرء لما يحرص على المال ويحرص على الشرف فهذا يفسد دينه كما يفسد الذئب الجائع قطيع الغنم. الواحد يكون إيه يقول لك عشان الكيان وعلشان نحافظ على نفسنا وعلشان كذا، ويبيع دينه وتصريحات وفتاوى و فدوت إيه يكون حريص على هذا، وهذا فإنها حرصه على الجاه والشرف ويكون له مكانة ومنزلة في الدنيا، فإن هذا يفسد دينه كما يفسد الذئب الجائع قطيع الغنم. فحب الدنيا والسقوط في فتنتها هذا مما ينافي الإخلاص. فالمسلم يعني زي ما قلنا كده ان الدنيا تكون في يده ولا تكون في قلبه، ما يكونش ان هو يكون حريص عليها بحيث ان هو يقدم تنازلات ما ينبغي ان يقدمها هذا المسلم، وفي الاخر يعني بيلبسها كده بالباس يقول لك ايه عشان الواحد يكون حريص على دينه ودعوته وكذا، ويقدم يعني هذه التنازلات التي لا تليق بالمسلم. واخيرا، فان الاخلاص هو روح العقيده ولب الأخلاق وأصل أصول الدعوة إلى الله، فلا نصر لغير المخلصين ولا تمكين لغير الصادقين، وكل ما لا يراد به وجه الله عز وجل يضمحل. هذا من كلام الربيع بن خثيم. كل ما لا يراد به وجه الله عز وجل يضمحل، كما قيل ما كان لله يعني بقي. إمام مالك رحمه الله حينما ألف الموطأ، فكان الكتاب الموطأ ده في مجلد واحد يعني، فقال له إن فلان يعني يؤلف موطأ، يعني أدى الموطأ ده تقريبا مرتين أو أكثر يعني كبير يعني. فقال الإمام مالك: ما كان لله بقي. وبقي موطأ الإمام مالك إلى الآن ويدرس ويؤخذ منه العلم ويؤخذ منه الأحاديث إلى الآن، ولم يعرف شيء عن إيه؟ عن الموطأ الآخر يرحمكم الله. فهو فعلا إيه؟ ما كان لله بقي. فالإنسان دائما وأبدا يحرص على أن يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ويتحلى بالمظاهر التي ذكرناها، مظاهر الخاص، ويترفع ويبتعد عن مظاهر ضعفه أو غيابه حتى يقبل الله سبحانه وتعالى دعوته. فكان هذا هو يعني بعض المعالم على في الأصل الثاني من أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.